هنروح لزميلنا عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز من المانيا. مساء الخير واهلا بيك يا عربي. مساء الخير استاذ ريهام. اهلا وسهلا. عربي، كلمنا عن وضع انتشار محور او متحور عفوا دلتا في المانيا عندك. استاذ ريهام، المعلومات اللي احنا بنحصل عليها بشكل يومي بتخرج من معهد روبرت كوخ للامراض المعديه. المعهد اعلن ان نسبه انتشار تطور متحور دلتا هنا في المانيا من الاصابات المكتشفه يوميا بلغت ثلثي الاصابات تقريبا. هنا في النهارده تم اكتشاف 950 اصابه، بكره يتم الاعلان ايضا عن اصابه جديده. ثلثي هذه الاصابات تقريبا 650 الى 700 اصابه من هذه الاصابات هي اصابات بمتحول دلتا. مع روبرت كوخ للامراض المعديه اكد ان متحور دلتا تحديدا بدا ينتشر هنا في المانيا من نهايه شهر مايو، الذي كان سائدا هنا في المانيا هو متحور الفا الانجليزي. كان سائدا هنا في المانيا بنسبه كبيره وصلت الى 91% من الاصابات اليوميه حتى نهايه مايو. اما بدايه من شهر يونيو الماضي بدا متحور دلتا يسود هنا في المانيا حتى بلغ تقريبا 67% من الاصابات اليوميه المكتشفه هي بمتحور دلتا. السلطات الصحيه الالمانيه الحقيقه بتحذر استاذ ريهام بشكل يومي. الحل الوحيد هو التطعيم، كل المواطنين يذهبوا الى التطعيم والحصول على الجرعه الثانيه، لان هناك دراسه خرجت هنا في المانيا بتعاون ما بين المانيا واحد المعاهد البحثيه في فرنسا اكدت ان جرعه واحده من اللقاحات المضاده لفيروس كورونا غير كافيه على مواجهه متحول دلتا، وهو المتحور الذي اسموه هنا سلطات الصحه في المانيا متحور الهروب المناعي. طب يطلقون عليه هنا في المانيا انه يستطيع الهروب من الاجسام المضاده التي كونها الجسم بعد الحصول على جرعه لقاح. الحل الوحيد هو الحصول على جرعتين كاملتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، وهناك حديث الان في المانيا لجرعه ثالثه ربما خلال الفتره القادمه كجرعه تعزيزيه. هل اتخذت السلطات الصحيه يعني اي اجراءات احترازيه اضافيه في محاوله لوقف انتشاره يا عربي؟ على الحقيقه استاذ ريهام على العكس تماما، السلطات الصحيه الالمانيه والحكومه الالمانيه قامت بتخفيف الاجراءات الاحترازيه بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، مع الدعوه بالتزام التباعد الاجتماعي واسداء الكمامات في الاماكن المغلقه، حتى ان بعض الولايات هنا في المانيا كانت تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الاماكن المفتوحه. اسداء الكمامات في الاماكن المفتوحه تم رفضها بشكل كامل، لا توجد اجراءات احترازيه خاصه بكورونا، على العكس تماما تم تخفيف الاجراءات الاحترازيه وتم رفع حتى انجلترا والبرتغال من الدول التي بقى متحورت الى دول شديده العدوى. اي مواطن من اي داخل من الاتحاد الاوروبي يمكنه ان ياتي هنا الى المانيا، ولكن بشرط ان يكون لديه فحص سلبي بي سي ار، على الرغم من اعلان الحكومه الالمانيه وعدد من ايضا من حكومات الاتحاد الاوروبي ان هم سيبداون عمليات اغلاق جديده وتطبيق اجراءات احترازيه من البدايه كما فعلت الان اسبانيا وهولندا. الخبر الذي جاء من هولندا ان بدا ينتشر الان في هولندا. طيب عربي، اذا كنا بنتكلم عن حمله التطعيم ضد فيروس كورونا في المانيا، لاي مدى اقتربت المانيا من تطعيم كافه المواطنين؟ استاذ ريهام، المانيا استطاعت الان تطعيم 41% من تعداد سكان المانيا بشكل كامل، لم تصل الى النصف بعد، بشكل كامل 41% فقط من تعداد سكان المانيا حصلوا على جرعتين كاملتين. ولكن الحكومه الالمانيه نقطه الغايه في الاهميه، وبسبب متحور دلتا الحكومه الالمانيه كانت لها خطه من العام الماضي وهو تطعيم 70% من مواطنين المانيا او كل من يعيش على الاراضي الالمانيه، 70% حتى تستطيع المانيا تحقيق مناعه القطيع. ولكن بعد انتشار متحول دلتا هنا في المانيا بدايه من شهر يونيو الماضي قررت الحكومه تعديل هذه الخطه، بدلا من 70% يجب تطعيم 85% من البالغين في المانيا حتى تستطيع المانيا مواجهه متحول دلتا في المستقبل. والمفوضيه الاوروبيه الحقيقه اعلنت قبل ساعتين تحديدا عن ضخ 500 مليون جرعه، نصف مليار جرعه جديده من الجرعات المضاده لفيروس كورونا داخل لدول الاتحاد الاوروبي حتى تستطيع مواجهه تحديدا متحول دلتا. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز من المانيا.